هناخد النهارده ان شاء الله العناصر. قال لي احنا قلنا قبل كده ان انا حواليا اجسام صلبه او مواد صلبه زي مسمار، ده جسم صلب، قطعه الفحم ده جسم صلب، الحله اللي انا بعمل فيها الاكل ده جسم صلب، سلك الكهرباء، السلوك الكهربيه، قال لي دي كلها اجسام صلبه، تعتبر مواد صلبه. قال لي بتتكون من عناصر، يبقى الاجسام الصلبه تتكون من عناصر. يعني ايه يمس اصلا عنصر؟ قال لي العنصر هو ابسط صوره توجد عليها الماده، مهم جدا ده، هو ابسط صوره توجد عليها الماده. قال لي ولا يمكن تحليله، يعني ما اقدرش احلله، ما اقدرش افصصه، ولا يمكن تحليله الى مادتين او اكثر. قال لي هو ابسط حاجه، يعني هو بسيط جدا العنصر دوت، ما اقدرش احلله الى حاجه اصغر منه. طيب عدد العناصر اللي عندي في الطبيعه اللي ربنا خلقها لي، عدد العناصر 92 عنصر. العلماء ما سكتوش، ابتدوا يخلقوا عناصر ويصنعوا هم عناصر، فوصل عدد العناصر كلها في الطبيعه. قال لي بقى عدد العناصر دلوقتي 118 عنصر بعد العناصر اللي أضافها العلماء. قال لي العناصر بتنقسم إلى نوعين اتنين، تنقسم العناصر إلى مجموعتين اتنين، الفلزات واللا فلزات. العناصر بتنقسم دي إلى فلزات ولا فلزات. الفلزات إن شاء الله هنشتغلها النهاردة ونفهم هي إيه ونعرف هي إيه. قال لي الفلزات دي بتوجد في حالتين اتنين، يا اما الاقيها عناصر صلبه او سائله. يبقى الفلزات حالتها، الحالات اللي هي بتوجد عليها حالتها الفيزيائيه، يا اما تبقى عناصر صلبه او سائله. العناصر الصلبه دي زي ايه يا مس؟ الذهب، الالومنيوم، النحاس، الحديد، الفضه، دي مواد صلبة فلزات. الحالة السائلة عندي عنصر وحيد هو الزئبق، يبقى الزئبق هو سائل فلز. تمام كده؟ قال لي طيب خواص الفلزات، يعني ايه خواص الفلزات؟ قال لي خواص الفلزات دي الحاجة اللي بتميز الفلزات، اعرف ازاي ان ده فلز ولا لا فلز، ايه اللي موجود عنده؟ قال لي الفلزات لها مجموعة من الخواص. اول حاجة البريق المعدني، يعني ايه بريق معدني؟ بتلمع يا مس، بتديني لمعه، بتبرق كده زي ما احنا بنقول. قال لي زي الايه؟ زي الذهب. قال لي الخاتم اللي انا لابساه ده دوت من الذهب بيلمع، تمام؟ قال لي اي حاجه ذهب هلاقيها بتلمع، المعلقه ماما بتغسلها كده وتنظفها بتبقى جميله بتلمع، حاجه نحاس هلاقيها بتلمع، يبقى دوت كل ماده فلزيه او كل عنصر فلزي له بريق معدني. قال لي مثل الذهب، دي اكتر حاجه مشهوره بتميز الذهب ان هو بيلمع وبيبرق. تاني حاجه التوصيل الكهربي، التوصيل الكهربي، كل الفلزات جيده التوصيل للكهرباء. في تجربه بسيطه كده هنعملها، ان انا هجيب حجر للبطاريه واجيب سلك معدني وهوصل بحجر البطاريه ده لمبه صغيره كده، وهنا هستخدم، هنا هوصل السلكين دول عن طريق عمله معدنيه. الله، العمله المعدنيه دي يا مس ايه اللي دخلها؟ ما العمله المعدنيه دي مصنوعه من الالومنيوم او من النحاس، وده تابع للفلزات زي ما احنا قلنا، فلاقيها اللمبه دي اعرف ان هي اتوصلت، هلاقي اللمبه دي قادت، يبقى هنا دوت، هنا المعدن اللي انا استخدمته او العمله المعدنيه دي جيده التوصيل للكهرباء، هتوصل لي كهرباء. قال لي كمان عندي من الخواص بتاعت الفلزات التوصيل الحراري. قال لي التوصيل الحراري برضو الفلزات جيده التوصيل للحراره. زي ايه يا مس؟ انت لو ماما كده في المطبخ ودخلت وقفت معاها
والحله هي حطاها على النار بتغلي وانت من غير ما تاخد بالك رحت رافع الايه ماسك الغطا الالومنيا دوت. ايه اللي هيحصل؟ الالومنيا دي مسي وصل لها حراره، ايدك هتتلسع على طول. او لو ماما بتعمل حاجه وحاطه المعلقه على الحله اللي هي بتعمل بيها وانت جيت مسكت هي المعلقه، هلاقي المعلقه دي مع انها مش في قلب الحله بس هلاقيها وصل لها حراره سخنت وتروح لسعاني على طول. ده ليه؟ لانها جيده التوصيل للحراره. يبقى المواد او الفلزات العناصر الفلزيه جيده التوصيل للحراره. قال لي هي كمان درجه الفلزات درجه انصهارها مرتفعه. يعني ايه مس؟ عشان انصهار نفتكر مع بعض درجه انصهارها، يعني عشان اسيحها احول ماده صلبه الى ماده سائله بتحتاج الى درجه حراره عاليه جدا. لو جبت هنا كده المسمار وده مصنوع من الحديد وحطيت تحتيه اللهب، تمام؟ قال لي دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ المسمار دوت هل هالمسمار ده هينصهر بعد عدة دقائق؟ لا، المسمار دوت عشان ينصهر ويسيح بياخد وقت وبياخد درجة حرارة عالية جدا. فبنقول ان من هنا ان الفلزات درجة انصهارها مرتفعة. قال لي كمان عندي الفلزات قابلة للتشكيل. يعني ايه للتشكيل؟ يعني اقدر اعمل منها اشكال مختلفة عن طريق واقدر اعمل الطرق اطرق عليها، يعني ادق عليها. لو جبت المعلقة الالومنيا وقعدت اخبط عليها، جبت سلك نحاس وهعمل منه هسحبه وهكون منه اسلاك، جبت النحاس وبنسحبها وبنعمل منها الاسلاك، والسني هقدر اتنيها. لو جبت سلك نحاس هقدر اتنيه واعمل منه اشكال. يبقى الفلزات قابله للطرق والسحب والسني، دي كلها اللي انا بقول عليها التشكيل. زي الذهب، ما هو ده يمس فلز تلاقي منه معمول اشكال مختلفه، غوايش وخواتم وحلقان وكل حاجه لها مواد لها اشكال مختلفه. يبقى ديت من خواص الفلزات اهو.